سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنا كنك سلام يا حلبان هذا شرف تلاه لبدا أقل مروين يوم دنيال وقام ياش لبدا أقل مرت شرفك بعد صحافة أيضا مدى أمنك إيو مرت شرفك يا دمان أمد الصوماليات أدون كد على ذي ذكوكت وحن ذكو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي ولا ليال ما أنت وحن شرفي إن سهر استاجو برلمان كصوماليات ولا بد أقل ككوبن وحن شرفي ما أنت إن إذن شيغو دكتور مختار محمد سيد وكوما دكتور مختار محمد سيد ومواطن صوماليات أو دكتور كتخصصي عافمات كعام ك specialist نقول استعروضة هي عذر هذا tropical ككل دعاية وضع الكيني هي وضع ماذا tropical ككل دعاء وعن also متخصص كواي public health لبعدين كي سنة ينودن بيسي عافمات كأيام كده حشري قيبيه سكال الدوان وحال كان يكيني إن ماها إن ما أنت صوماليا أصول دونتو مال أما حولك سميسي أنا وحنا هنين دكتورة أو متخصصة أو إسكوفلا إلهي سبحانه وتعالى يقول إكرامي أنا جي عرور طيب إنا وحلال عنه أو نديد كي جان ماله وحنك أب كيسن وعي دل كان دوري صدق كيسنة بربر كشري مش عمر يو أيان كأب كيسن كروي سببته أوجد لقصوا بالله بعرطي لا يومنا هذا دل كان إنه قو كسر دعيو وذولوكتهين وأنا جو كان تلاقيا قول الله تعالى قصة نبي الله يوسف عليه السلام مركي وحجال ككسو بحي وملك مصر هيستي وكويري إن أوتوني به أستخلصه لنفسي إنك اليوم لدينا متين أمين مركز نبي الله يوسف قعنت تاقوحر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وحال سبب تاسترت إن أنا ما نبا قادي كره أن حقوق ذلك الدين تيددك يقول يهين أن أجهي أما أنا ذا عليس كذا إن أن أجهي أرنتاس آيات كان تي يكون كلف تيمان تي إن أن أسسو قوي حل كاس أنا آمن سنهي إن أن أوهي أهل كف نوهي أن له أقون مادية يقون إسلامية أقون دينية أن ذاتك إلهي أقعب صدو عرض قوضي يمالك هذا يحوله دينا نلاليو سيدا درتت ولا ليال حلبان حلبان هذا شرفت لي لبدا أقل وحن ما أنت إذا ودي سنة يا عود كينا إذنك أو أمانة أدك قاضي عود كاس إلهي سبحانه وتعالى وإذن كل حساب تميا أنا جا ماشى وحن أمد قبيل لكم كثير سنة وحكى لنا كم الصعود ومدى مسلمين تصومال إذا أردن أيان كسر يا عود عود كاس نوا وح إلهي سبحانه وتعالى مسؤول إذن كده جاي ما أنت قاعد نكجر بعد الله وحن أودا دعايا وذن كان مذنم وباهن يهي وحن يحيالا هذه إلهي سبحانه وتعالى هذه إن دورتان إلهي نقول إكرامه وحن كشقين هيا أو بلانا ومدى الصومالية دينا مذيوه أو شرفت هذه السوء لي إلهي سبحانه وتعالى من مدى الصومالية هو مقدس في الكتاب والسنة نبي إلهي سبحانه وتعالى وحري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نبي عليه الصلاة والسلام حليه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة إلهي سدح بيذن أمريا سدح ذين أمريا وحويه إن آد إلهي كريع عبدان ولا تشركوا في شيء إن آد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مذ إن إنه نقنو هل شعب ويسكتي سنو إلهي كعب صدو عود الدوذي وحوله هذا ما لا إنه نقنو تكلي نبي عليه إلهي وحنا ليه نبي حديث النبي نو شيء إن أي نقف إلهي نقول لي بحلك أي نقول نصيحة إنه نصيحة طبعا وإن أن لقاه قبلنا وإن أن تفرين القبيل يحسب يوحك لا إن كل هذا قال لمن ولا ليال وحن بل وحن كلو أن أبي إلهي سبحانه وتعالى حلك نقول ليه أن سمين هي دولة وناج good governments governments or rules شريعة عبوس أي سرينا سو ونا ما حوينها يضاد كو أين سرينا نين يضاد حوج لا أين سرينا نين شريعة عبو الله سبحانه هي حكم كو الله سبحانه هي ما حوينها إلا يكلوك حاقة يين قبل كرتو تد مسلمين إنهن هاي خفنان
baan la imanaynaa waxa inaan kala saarno separation of power dhibaatada Soomaaliya haysata maanta waxaa ka mid ah inayna madaxdii kale garanaynin job description kooda aynan garanaynin oo madaxweynihii iyo ra-iis wasaarihii iska lalmadaan golihii shacabka iyo golihii dhexe aan warkooda la dhagaysanaynin afduub lagu samaynayo shicibka iyo dowladda taas ayaan ka soo horjeedaa laanta fulinta legislative executive wax loo yaqaano oo aa garsoorka inaan horumarinayno inaan dhibaatada ummaddeenna haysata waxaa ka mid a adeegii garsoorka inuu daaqadda ka baxay oo shelf iska yaa wax meel iska taagan oo lagu dhaqmaynin dhibaatada maanta dalkani uu ka dhaqaaqi leeyahay taasaa ka mid a nasiib daradayna haysata ayay ka mid tahay arrintaas oo dhan waxaan samaynaynaa constitution court koodka constitutionka inaan samayno sharciguna uu dalka xukumo ashkhaas inay dadka xukumaan ma aha amniga ummad aan cadaalad aan lahayn oon amni la-aanta waxaa keena walaalayaal cadaalad la-aanta diin xumida qabyaaladda iyo xoolaha muslimiinta la dhacayo shicibka la afduubayo ayaa amni la-aanta keenay amniga ummad aan amni lahayn saafanti ma leh ma leh xorriyadda ma leh waxaan ka shaqaynayaa inaan amniga tayo u yeelo oon ciidamada dhammaan intay ka kooban yihiin tababar saxa loo sameeyo cadaalad lagu qoro gobolladoo dhan laga soo qoro qabiil iyo aan loo fiirin saaxiibtinimo cadaaladdaas ay ku dhaqato ninkii xaq u leh in la dallacsiiyo la dallacsiiyo inaan qabiil iyo qoys iyo saaxiibtinimo iyo rishwo la isku dallacsiinin baan keenaynaa waxaan kaloon ka shaqaynayaa qaybaha amniga inayna siyaasadda iyo siyaasiyiinta ku milmin iyo qabiilka ay dalka iyo diinta iyo dadka u adeegaan baan ka shaqaynayaa waxaan ka shaqaynayaa ciidamada dhan dhammaantood inaan daryeelo oo kii soo dhaawacmay meeshii lagu daweyn lahaa aan samayno isbitaalladii kii shahaado qaatay caruurtiisu iyo aytaamtu ka tagay inay dowladdu kafaalo qaado in mushaarkooda loo kordhiyo askartan kabaha leh gaajaysanee derbida ku dhacaysa inaan joojino askarteenna askar wax baratay laga dhigo kuliyoodii tababara la furo ilaahay darti looga cabsado arrintaas markay timaado oo amnigeenna aan inagu gacanta ku dhigno oo aynan dad shisheeyaa oo madaxweyneheenni iyo ra-iis wasaareheenni rar shisheeya ilaalinayaan inayn saafantigeennu dhaawacan yahay waad ogtihiin oo aynaan dad aynaan ahayn waddan xor ah oo kaamil ah waddan xora waynu nahay laakiin waddan siyaasadiisa iyo xorriyadiisa u horbannaan ma nihin arrinta awgeed walaalayaal waxaas oo dhan cadliga iyo istiqraarka iyo walaalnimada iyo midnimada ayaa keenta dhaqaalaha waxaan ballan qaadayaa haddaad doorataan doolarkan lagu dilayo soomaaliya inaan joojinayo shilinkii soomaaliya aan daabacayno saddexda bilood ee ugu horreysa xilkayga oo dadka masaakiinta ee lagu sicir bararka lagu riday doolarka lagu dilaynayo inaan joojiyo lacagtii soomaaliya inaan biringarayno inaan kaabayaasha dhaqaalaha dhiso oo cadli iyo hufnaan lagu dhiso dhammaan warshadaheennii la bililiqaystay inaan soo celiyo warshaddii batroolka tii baastada tii dharka tii kalluunka inaan kaabayaasha dhaqaalaha kalluunka keliya inagu filan xoolaheenna inaan tayayno natural resources keenna ilaahay na siiyey inaan la soo baxno dabiiciga gaaska iyo batroolka dowladaha kale kaysanayaan fil mustaqbal inaan human resources dhiso soomaaliya oo wax taqaano oo bala soo bixi karta khayraadkoodan dadna u daba fadhiin arrimaha bulshada inaanu dhisno dowlad dhexe iyo dowlad hoose oo ka shaqaysa ummadda u siisa biyo nadiifa koronto isbitaalada ay gabdhaha soomaalidu ku umili lahayn gabadh dambe oo soomaaliyeed ilmaheed inayna isku gu'in oo isbitaalo adduunku ka habisto aan dhiso jaamacado aan dhisno isbitguullo laga bilaabo nasariga ilaa jaamacadda aan samayno shareecada nebi maxamed waxaasoo dhan lagu dabaqo inaan kaabayaasha dhaqaalaha dhalinyar waddankeenna boqolkiiba 75 waa dhalinyaro dhalinyarada aan shaqa abuur u samayno inaan soo celinno dalxiiskii iyo dadkii foreign investment soomaaliya dekadaheen iyo airportkeenna inaan dhisno xuduuddeenna inaan dhaqaalaha iyo laga soo ururiyo in la sameeyo somali national id card oo zakar 7 number ah oo qof kastoo soomaaliya uu ku bixinayo zakadiisa inaan ummadda soomaaliyeed sharafteed iyo cisadeedii soo celinno bulshadu waa lafdhabarka laga ilaahay wuxuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay wuxuu yidhi bulshada wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum qabiil qabiil ka fiican ma jiro soomaaliya haddaan ilaahay gacanta ii geliyo waxaa ballana
إن لغو قيمين يقفك ما حاتقانا إرهب الباتهي وحاسات لغو قيمين دونين الرماها أمانة بلشدة إن لهر مريو شغل أبور الله سميو عافماتي يبيه يكرنتدي الله وفيرو دول كأنه وسخ ذاتي يعني لدقو فضيهن أنا قاتشسنو أمانة الرماها أمانة إنت أنا قاري الرماها دبدا دل كأن وحا كمقن الرماها دبدا إن سافنتي نش سومالي سافنتي جوا مقدس دولة أجنبية أما عد أن كلا جور كرتوب إنه ما شرتو مركين إنه أمن جينا كأنت كل جنو نقاله إنك أنت كل جنو أو البرلمان كأن شرع جينا فليا لا أقلاده أو مدح وينا رئيس الوزراء هو نول بشق ذي سقاطه أو لجزل كنش أقاطان مركز إنه تد سكالين كرش الشيء يا سوف رجلينا يا أمن جينا يستقرار كأن أي نسمين كرنا سومالي سافنتي هو ريد لاين أتكستاي كتاهاي أمنك داخلك يا أمنك خارجك إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأنزلنا الحديث في بأس شديد ومنافع للناس تكنولوجي ذلك الدفاع هذا أو هبة هبة حسار كي نقصار إنك قاضو إن آيات داس قرآن كأمنك داخلك يا أمنك خارجك لقود دفاعه اقتصادك إن لقود دفاعه ودقاله إن لبوبة لقود دفاعه إن أمدا دلك كقاضنو وحاكلون إذن شيء أمانة ذا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت ولا لذا إذا حلم أن نذا الله ذا قله وحائذ سارا أمانا أن هذا قهر لا أرق إلهي سبحانه وتعالى وحيد كل حسابنا يا يوم القيامة كتاب القرآن كات كل عارتين إلهي بعض عارتين إن إلهي دين تيسا إيه النبي إيه دتك الصومالي دي دول نبدأ دول عارتين ما إذا نقارن نن مرشحة نن مرشحة ما إذا نقارن ولا لا ياو وحائذ الله إلهي كعب صدى إلهي وحليا يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أمانة إنا وحاكم ذا إنكو أركه قف أن كفوا أهين وضن كينا ذو بعد الله الصوماليا وحي كجرتا ما أنت بعد الله إلا وضع قوله اللي ما نظر شرفت لي إلا وضع قوله مروين كيمدون أيوشا وعند الله إلهي كعب صلى ولا ليال إن أرنت لوضع قادة للي وددتنا يا إن إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري قفكم مسؤولك وانه يقانا حقوق ذا شعب ككسارا يا حقوق ذا اللي قوله يهي النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري ما من راع يسترعيه الله الراعية يموت يوم يموت وهو يخين الراعية لن يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام وحو مجرون مسؤولا مسؤوليتي سم انت دون تبع عليك اته او ضد مسلمين حكومه او ضد خيانه يا شنده ما اورن يا من جليو خيانه لاس وحا كميدا ان ما انت دورتان ان دلك اهل وهاين انو دلك دنبي دين دينتا اي دلك اي ضميرك من دنبي كما جلين صومالي مواطن او دلك سو دغالما يا يانا هي وحان ربا ان ان كسو كوبو مشكله عام كان هيسته وا امنيغا امنيغا وحان كو حلينيا انو نيمانك دغالك ودا ان سياسي أفرنو سياسة لغو نبت قليا أو نبت قليا أفرنو نبت قليا داسي إينا أفرنو هدي ديدان قصب إيسان كدولي عيدان كصوماليا انتي لتببرو إينا كم مقين إنو ودن نماذا يمن نماذا صوماليا عيد كستو كسوهر جيدا مركا ولا ليال صومالي وويل كديمان هي دور كوكشرا هي كان لقرحين هي لوضع وصومالي مسلمين ليجا إنا بتباديان ديار وهاي وضع كانوا سوهر وسعلو وده ماذا الشيء هي نجد حفايد السنة هي كل ما بدل شراء هي هوب كوجين هي كوا دور كوكشرا كوا إن كلا نكلا إن كلا قاضي إن الباب هذا صاحرا بلن قاضي إلهي درتي ماذا حوينا وحلو بهاي هي أن إلهي ما ينعد كلا كهيب السنة إن شرع هي دستور كنا وقبلنا يو أنا هاي نندك دكتوريا أو برلمان ما كوا عكلون بلن قاضي إن الله شقين إنه دولة جبلات كوضن كانوا فدرالزم فدرال كوا أبا هي حقوق جبل كستلية إن لا سيو الله شقين إنه ما كوا جبل هذا حكومة إن إنه مدحوينه شقدي سكوا كهذا رئيس وزاره شقدي سكوا كهذا لكلا سارو حق إنه ما كوا جبلات جذا حقوق ذا حقوق ذا فدرالي جاء نشل سافنتين لكلا سارو وحن بلن قاضي إن سخ برلمان كلا شقين دونه برلمان كانوا واجبة إلهي مسؤولية صاري شرع دجنتا يسن شرع كور قادي دي سنة كشقيان إن إلهي كعب صدان أين تشيب وحير قرانا أو شلما لبحين يبخس دراهيم دينتا إلهي يدلك يدينتا إذا ينكو قدن إلهي كعب صدان ولا ليال مانتا وأدون يبرهن وقبري
نينك مرشح هادون إلهي أقونن ودلك أقونن ودين تقدن هي قبرك كور راعي مهايو وحن إذين شاقة يا صومالي إن عذاب الله لشديد إلهي أنك عفصنو ذلك إن فقر إنما يالي وعاء إنها يستا لباتو عذر أن قللي أن إلهي كقللي ذلك يدين تيددك أنك قللي غني بيننا هيدتك إنه قودين شرنا ذهب كسكت وقو جنشنا ما أنت دورسنا إنه ذلك إنه دبين سو رك مرشحين الصومالية إذا بفنيان الله عكس وضل ذلك ذلك إنه سلو دبيو وحن دين شيء يا ولا ليه كسر قومي هذا الكيا إلهي سبحانه وتعالى أمان أيوه اللي ما نبى صار ما أنت أمد الصومالية بريسة إن أش الله يتونن وإذا نقول هي ليتني منك ما أنا دورنن إن ما أنت دورتنن كفوا أهلك إلهي يوم القيامة كتاب القرآن كقعد سارتين كتابك أينو كدينو بنت كتابك بيبل بين ما هو وحي الله وكلام الله صومالي إلهي هو مرقاتك هو إلى يوم ومدى صومالي إذا مسلم هو مرقاتك هو إن الحق يدين شيء أو نتاجنا هنا ذلك يدين تا يدك كابت باديو مسؤولية إذن كإن سارت اللي ما نظر شرفت له وعن إذن كعطنا يا عطك إن إذا إنسان أو إيه قيمة إنسان إن علم جيجا مادجا علم جيجا دينجا كرت ذي ذي أقونيا شلوا قان كوه الله لحد قارض القارض أنا تجين ما شرت ولا ليال إلهي أنو كعفصنا دين إلهي أنو بتبادينه دين تين ذلك إن دروجة يا خمر ذا إتوبي يا كوسا كوريا ذلك إن أني شو تشينه وعن كوسا جب جبينه يا ولا ليال وقت قوي قد أما ذي ما أنت إذن كمسؤولية إنسان أنت هاي هكذا نينا دين يدلك يدلك شلما ير يقبيل يقف الأسلاء ذا حلب كسينا يا دين ولا اللي يراه كذا نينا إلهي وحي لي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا هو هذه الشيء أنت يو عنكوك بجبين يا دان وحقل هذا الشيء وأنيق ينفتح وكيمت وحص هذا الشيء ومن الله ومن رسوله وإن النبي هذا وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إله مرخاتك هو اللي ما نظر مسلمين تودلك يدين تدفاع إلهي أنك عبسنو غني بيننا فقر يا أنك بحنو قبي على دي يقولون كأندينو بل وإن الله كعبسنو النبي محمد رميسن الدين تقول حكم يندورنو وهذا وتصلوا وسلم على رسول الله اللهم احفظ الصومال وشعبها وإهلها ودينها يا رب العالمين اللهم احفظ هذه الأمة المباركة المسلمة يا رب العالمين اللهم اعطي أمر رشدنا رجل يخاف الله ويحترم الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته